مع ريزولتا اللي صارت في سوسة نجم نقول اليوم سي سي ربحت ان بوان ولا خسرت دو بوان؟ لا بالطبيعة خسرنا بوان اليوم، ظالي في الكلاسمون تاع ملامف وفي الكلاسمون تاعنا نورمالمون نربحوا الماتش تاعنا، مي كيما تعرف جماعية تلعب على البانتيان وفي ميدانها صعيبة برشا تلعب حرارة الروح، كيف كيف احنا اليوم ما عملناش الماتش اللي لازم يتعمل، ظالي جاتنا زوز ولا ثلاثة فرص في بريمي تون كنا نجمو نخطب به الماتش، ما قتلناش به الماتش، قعدنا نعانيو يعني اونتر بارونتيز في آخر في الجزمي تون. قبلنا ما نعرف ما عادش نعرف واش نلعب واش نماركي وخافوا لنا نطلعوا نقبلوا كما تعرف حملة ظهري تلعب براتيكمون الشونس تاعها الاخرى لكن يعني كما قلت انت ظهري الريزلتا اللي فات اللي تلعبت في سوسا مازال كل شيء بيدينا احنا عندنا ماتش تري تري امبورتون ماتش سيزون بالنسبه لنا احنا نهار الاربعاء بحول الله كل شيء في يدينا وديما وصلنا الفوق ابار ابار يعني يعني النتائج السابقه نلعبوا في مدينة تاعنا هذا معروف ندرس شخصي في طيب الميري اذا لم يسووا مش هو مع الجمهور تاعنا ان شاء الله يدز معنا ان شاء الله نكونوا في الموعد ونقلعوا الماتش بلغه الكره ان شاء الله نيجاتيف اي ريزلتا باش تصير معنا ديما نيجاتيف ان شاء الله نحاولوا تروح لطوال ناخذ تروا بوان تاعنا باش نبقوا احنا الكلاسمون تاعنا ثانيين ونبقوا نحافظوا على المرتبه تاعنا كاو هذيك هي لي سيركونستانس اللي صار اليوم ما كانوش باهين ما مشتش معنا الكره ضيعنا برشا كور مال شونس وان شاء الله في الماتش نتاع لطوال نربحوا ان شاء الله ونفرحوا جمهورنا غادي. اليوم حتى المنافس كان باهي اليوم نادي حملوم كان حاضر مليح. ما عنده ما يغذي خاطر يلعب على التيوح هو منافس وكهو تعرف انت كيف تلعب على التيوح لازمها باش تكون معناها تعرف واحد تبدا حادثه كان على رقبتك دونك احترمناها ما احنا اليوم لعبنا الميثاق الرياضي نلعبوا على الكلاسمون تاعنا واسم النادي وحبينا نربحوا باش نبقوا في الكلاسمون تاعنا الثانيين. كما قلت لك ما مشيتش معنا الكره ان شاء الله تروح لطوال بقدرة ربي نهار الاربعاء ان نكونوا حاضرين اكثر ونربحوا ان شاء الله في بلادنا ميرسي. اليوم لازمتنا نفوزوا يظهر لي ليكيب كيب الثانيه معناها حتى هي يظهر لي هذه الفرصه الاخرانيه نتاعها يظهر لي ما كانش ماتش سهل اليوم جينا حابين نفوزوا لهنا نعرفوا اللي النجم زاد عنده ماتش صعيب على غالب ضيعنا برشا كنا نجم ونفاول الماتش نتاعنا بكري هذول هذايا اللي صعب علينا الماتش نتاعنا بون الحمد لله نقطه النجم الذي ساهمني نقطه زاده النجم جايتنا هذول تو مصيرنا بين ايدينا مازالت معنا اللعبة مازالوا جايين اطراح صعيبة يظهر لي حاضرين ان شاء الله النقطة هذه بالرغم اللي هي ماهيش كافية لكن ان شاء الله يكون عندها دورها باذن الله في اخر الموسم ان شاء الله.